هي دي القوة الكويسة والإيجابية للسوشيال ميديا، إن الواحد عارف مثلا شغفه إيه ويشتغل عليه. أو في مثلا ناس بتتاجر في الملابس، في الإكسسوارات، وبتعمل ليها قوة شرائية موجودة في الواقع. بالتالي بمجرد ما تفتح ستور ليها تلاقي الناس من قبل الافتتاح كلها رايحين لها. ليه؟ علشان هي عاملة اوريدي مجتمع ليها على السوشيال ميديا، هي أخدت الجزء الإيجابي. فنقطة التسويق على السوشيال ميديا طبعا من النقط القوية جدا، ونقطة التعليم، إن الواحد ياخد كورسات، إن الواحد يتعلم مثلا دبلومات، يتعلم أنشطة، يتعلم هوايات هو نفسه يتعلمها، ممكن يدور على كورسات مفيدة ليه. طبعا البحث عن العمل ده أساسي، إن الواحد يلاقي فرصة عمل. الخريجين الجداد طبعا بيطلعوا مش عارفين يعملوا ايه، بيستفادوا من نقطتين، يدوروا على كورسات مفيدة ليهم عن طريق السوشيال ميديا، والحاجة التانية يتابعوا الناس اللي بتقدم المحتوى المفيد اللي بيقول الوظائف أو الأشغال المتاحة المناسبة للتخرج أو التخصص بتاعهم. كريستين، بما أنك متخصصة تعديل سلوك، فإحنا بالفعل واقعين تحت فخ الإدمان أو جوه فخ الإدمان للسوشيال ميديا. فالنهاردة أنا عايزة أعدل سلوكي، بس مش عارف. أنا يعني ما المدمن مش بإرادته إن هو يقول، هو بس ممكن يفوق لحظة ويقول أنا عاوزة أتعالج، والباقي بيبقى على الناس اللي حواليه يتصلوا بالمكان وياخدوه، وبيعاني جوه من أعراض الانسحاب. فهي نفس الفكرة في السوشيال ميديا، أنا واقع في المطب ده، أعمل إيه؟ تمام. إحنا دلوقتي أكتر حاجة بقيت بتشتتنا هي التكة بتاعت النوتيفيكيشن أو الرسائل. أيوه. فأنا بمجرد ما أنا ألغي صوت النوتيفيكيشن والرسائل دي، أنا خليت التواصل قل شوية، أوكي؟ لأني أوريدي بمجرد ما بنسمع الصوت ده مش هجري على الموبايل، الدوبامين بيعلى في المخ. فده بيؤدي لسعادة زيادة، بس بمجرد ما نلاقيش مثلا الأصوات دي، لا كده الهرمون قل، أدى للاكتئاب.